اوكي، يبقى بيعمل complete او partial obstruction لل superior vena cava، وزي ما اتفقنا انه mostly of lung disease، يعني ممكن يكون of thymus gland، ممكن يكون اي حاجة موجودة في الميديستاينم. بس يعني انا عايزاكم نتعلم نفكر بسيستماتيك manner، like فكرة differential diagnosis، يعني ايه اللي يعمل superior vena cava obstruction. لازم افكر في كل الاناتومي around the superior vena cava، يهمني فيهم اللنج، يهمني جدا اللنج، لكن ممكن يكون ميديستاينال تيومر يس، ممكن يكون حاجة موجودة في الاسافيجس اوكي، ممكن يكون حاجة موجودة في التراكية ماشي. يعني بلاش نحصر افكارنا على حاجة واحدة، هنفكر ان سيستماتيك مانر باي اناتومي ايه اللي موجود في المكان ده، لكن اكتر حاجة بتهمني هي اللنج كانسر او اللنج تيومرز. يعني هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من سوالنج اوف فيس ونك، من دراي كاف ودسنيا، من هورسنس اوف فويس. والهورسنس اوف فويس ليه صوته بيتغير؟ علشان الريكارنت لارنجال نيرف اللي بيبقى معدي في المكان ده، ريكارنت لارنجال نيرف، لما عيان صوته يتغير بنفكر في حاجة، بنفكر في الكانسر لارينكس، وبنفكر في الكانسر لانج، بنفكر في السوبيريو فينا كافا اوبستراكشن، علشان النيرف اللي بيبقى معدي موصل من اللارينكس بياخد يعني باثواي ويرجع تاني، هو اسمه ريكارنت لارنجال، بينزل اراوند ذا ميديستاينم ويرجع يطلع تاني، فده بنسميه ريكارنت لارنجال نيرف. ريكارنت لارنجال نيرف ده لما يبدا يحصل هورسنس اوف فويس، افكر انه هو اول حاجه ممكن تكون حصل فيها مشكله. ممكن يحصل له ايه تاني؟ نيزل كونجشن، هيدك، سينوزس، كونفيوجن، وستيو. طب انا هعالج العيان ده ازاي؟ ببساطه، الناس دي من الناس اللي هتدخل بلوكال راديو ثيرابي وايميديتلي، ممكن اتدخل بكيمو ثيرابي او طبعا ممكن اعمل ميكانيكال ري اوبننج للسوبيريور فينا كافا، يعني انسرشن اوف ستنت وافتح السوبيريور فينا كافا، وده بيبقى بالانترفنشنال راديولوجي. الانترفنشنال راديولوجي يا شباب بيساعدني جدا في الابليكيشن، في الدايجنوزيس، في الالتراساوند جايدد بايوبسي، وفي السيتي جايدد بايوبسي، وبيساعدني في الابليكيشن اوف ستنتنج. الستنت دي بتفرق معايا في الجاستريك او في الاوبستراكشن، بتفرق معايا في لما يكون فعلا في كومبريشن لايك ذات. يعني قصدي ان الانجيو بيلعب دور مهم جدا في الكلينيكال اونكولوجي. يبقى عملت ايه العيان ده؟ اديته لوكال ريديو ثيرابي او كيمو ثيرابي او بيركتينيوس ترانس ليومينال بالون انجيو بلاستي، بدخل بالون وبركب ستنت، تمام. بعد كده السباينال كورد كومبريشن، وانا هقول لكم السباينال كورد كومبريشن ده مشكلتنا بتبقى فيه دي، علشان في البدايه بيحصل ريفرسبل نيورال ديفيسيت، يعني البيشنت الاول هيجي يشتكي من سنسوري او موتور سيمبتومز. السيمبتومز دي هتاخد وقت معين وبعد كده هتبقى ريفرسبل سيمبتومز، يعني هيدخل مني كومبليت باريسيس او باراليسيس او فوكال باراليسيس اكوردنج هو عنده الليجن فيه ازاي. ده بيحصل يا اما دايركت كومبريشن في تيومر، يا اما بون ميتاستاسيس في 90% من الاحيان. طيب يبقى انا بدي ليه عينين البون ميتاستاسيس بديهم ليه لوكال راديو ثيرابي؟ في شرطات كتيره جدا وجايد لاينز بتقول امتى ادي راديو ثيرابي وامتى ابوستبون راديو ثيرابي، لكن يهمني ابقى عارف ان السباينال كورد ده بينتهي عند L1 L2، بعد كده بيكمل حاجه اسمها كود اكون. اي ليجن اباف ذيس ويز بون ديزيز لازم تو بي تيكن سيريسلي، ابقى عامل العين ده ام ار اي وابقى شايف هل في سيجنلز في البون مارو، في ريل كومبريشن فعلا على النيرف ولا لا، لانه وانس بدا يشتكي من حاجه ممكن الحاجه دي بعد شويه وقت زي ما اتفقنا تبقى كومبليتلي ريفرسبل. وده برضو من الناس اللي انا هنزل دلوقتي افتح جهاز الاشعاع وياخد اميديت راديو ثيرابي. يبقى السباينال كورد كومبريشن اتفق ان هو هيكون بسبب تيومر، بسبب بون ميتاستاسيس، وهيجي بلوكالايزد سنسوري يعني بين تندرنس في الباك، هيجي باوتونوميك بلادر او باول كنترول لوس او بين في الموفمنت او موتور ديفيسيت. يبقى سنسوري موتور اوتونوميك، والتلاتة دول to be taken seriously لانهم بعد شوية وقت هيتحولوا من reversible ل irreversible، لكن طبعا الراديو ثيرابي هيساعدني كتير جدا. ممكن ادي طبعا في البداية high dose steroids. الستيرويدز من الحاجات اللايف سيفنج في
في such clinical situations. يهمني وانا بدي الاسترويدز نفتكر مع بعض ان احنا بنعمل random blood glucose وان احنا بندي كمان light proton pump inhibitor علشان نقلل ال possibility of gastric ulceration, وان انا لما بسحب الاسترويدز بسحبها gradually. اوكي, بعد كده ببدأ ادي local radiotherapy, ممكن ادي كيموثيرابي طبعا, وممكن اتدخل بسيرجيكال انترفنشن في احوال كتير جدا. ممكن يساعدني الاورثوبيدك سيرجن ان هو يشيل معايا لو في اجزاء من التيومر عامله رير كومبريشن وقدرنا ندخل سيرجيكال ات ويل بي فاين. يعني ديسيمينيتد انتر فاسكولار كواجيولا, بس نبقى عارفينه كده باي نيم. ممكن يحصل منه بليدنج ودروب في البلاد بريشر, يعني التريتمنت بتاعه بيعتمد على الهيبرين ثيرابي وبيستخدم از بروفيلاكسيس علشان مشكلتنا كلها بتبقى في الفينوس ثرومبو امبوليك مانيفيستاشنز. الكاردياك تامبونات عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن في الغالب مشكله في البريكارديوم, اكستنسيف بريكارديال ديفيوجن او اوت سايد ايديما او اوت سايد كومبريشن على الهارت. هو الفكره كلها دايناميك كومبريشن ابون ذا هارت. هو clinical syndrome caused by accumulation of fluid in the pericardial space result in reduced ventricular filling subsequent hemodynamic compromise. طبعا نتخيل ان الهارت مقفول عليه بفلويد from outside او any compression, يحصل complications like pulmonary edema وشوك وده, فده برضو من الحاجات very serious. بعدين هنلاقي ان هو anxious و restlessness و low blood pressure علشان ال ventricular dysfunction, chest pain طبعا, و trouble of breathing and taking deep breath و discomfort. احنا بنبقى عارفين انه لما حد بيجي بيشتكي من ديس من الحاجات اللي بفكر فيها urgently ان انا اعمل له at least chest x-ray و ECG و echo. ده first of all الايكو طبعا هيساعدني جدا ان هو يبين ان كان في effusion او لا, وممكن حتى even في الاكس-ري ابقى لاقط الهارت واخد قد ايه من الاكس-ري. فيلم الاكس راي لما بمسكه يا شباب الهارت ليه دايمنشنز معينه, فوق ما يعديش تولت الميدياسن او ما يعديش تولت الفيلم بتاع الاكس راي. لو هو معدي او واخد شكل هوريزونتال او حاجه سسبيشس بعمل طبعا ايميديتلي كده كده ديسنيا انا لازم اعمل اي سي جي. حاجات لو فكركم بيها برضو ان الايكو انا بعمله لعينين اللي بياخدوا ادريامايسين, العينين اللي بياخدوا هيرسبتان. يعني في سبيسيفيك كيموثيرابي وتارجت ثيرابي لازم قبلها ايكو, واحنا شفنا انه بيحصل فعلا دروب في الاجكشن فراكشن ريشيو بعد ما الناس دي بتاخد جلستين وثلاث جلسات. فده من الحاجات برضو اللي بنحاول نفتكرها ان الادريامايسين والهيرسبتان وفي سبيسيفيك تايبس اوف كيمو تارجت ثيرابي الكلوز فولو اب للكاردياك فانكشن از مانداتوري. العينين دول ممكن يدخل مني كومبليكيشنز. هعمل ايه العينين؟ treatment of cardiac tamponade هو الفكرة كلها انه لو في fluid لازم طبعا اعمل ايه؟ عم ساكشن للفلويد ده, وتاني هنعمل للانجيو. هما بيساعدونا الانترفنشنال راديولوجي ان احنا زي ما بنعمل تابنج للاسايتس وتابنج للبلورال افيوجن ممكن جدا بيريكارديال افيوجن, وده يبقى under monitor cardiothoracic surgeon. او كمان هل ممكن ندي يعني نشوف الانترلاين كوز طبعا to be treated. وزي ما اتفقنا انه الكارديك تامبونات is one of the important and brief killing clinical situations. يعني يهمني في كل الانكولوجيكال emergency دلوقتي ان انا بفاهم كويس ان spinal cord compression والهاي دوز ستيرويد والريديوثيرابي لحد ما الكارديك تامبونات ده من الحاجات المهمة برضو, ونبقى عارفين من الميتابوليك سندرومز السندروم of hypercalcemia والسندروم of tumor lysis syndrome. يعني دي الحاجات اللي احنا هنقابلها كتير. نبقى عارفين ان احنا في tumor lysis syndrome لازم نبقى بندي allopurinol في التيومرز اللي انا متوقع اللايسس فيهم يبقى كتيرة. وانا بشكركم جداً.